مع الارتفاع الكبير في مصروفات المدارس الخاصة ورغبة أولياء الأمور في مستوى أفضل من التعليم لأبنائهم، بدأ الاتجاه نحو المدارس الرسمية للغات أو التجريبية كما كان يطلق عليها. فشهدت المدارس التجريبية خلال الأعوام الأخيرة إقبالا كبيرا ربما لم تدركه الحكومة بشكل سريع، مما أدى إلى أزمة حقيقية يعاني منها أولياء الأمور. ومع ارتفاع نسبة المواليد كل عام واتجاه أولياء الأمور نحو المدارس التجريبية، شهدت المدارس هذا العام إقبالا كثيفا، الأمر الذي أدى إلى وضع أولياء الأمور في مأزق عدم قبول أبنائهم من ناحية، وإمكانية حرمانهم من التعليم التجريبي تماما بسبب زيادة أعمارهم عن سن القبول هذا العام، وهو ما دعا لتظاهر العشرات من أولياء أمور مرحلة رياض الأطفال أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بخفض سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، حيث أكد أولياء الأمور أن أبناءهم تعدى عمرهم 5 سنوات ولم يتم قبولهم هذا العام في مرحلة رياض الأطفال. جاء إنشاء المدارس التجريبية أو الرسمية وفق المسمى الجديد لها ضمن خطة تطوير التعليم منذ نحو 25 عاما لتخريج أجيال جديدة تتقن اللغات وبمصروفات تلائم الطبقات المتوسطة والفقيرة.